وللحديث أكثر معنا عبر الهاتف النقيب جاسم جبر الدوسري، رئيس شعبة العقوبات البديلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية. أهلا بك سيادة النقيب في نشرة أخبار الثالثة. توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بالتوسع في أحكام قانون العقوبات البديلة تحمل معان كثيرة، في مقدمتها النجاحات التي تحققت وزيادة عدد المستفيدين إلى أكثر من 3700 من النزلاء. إلى أي مدى تسهم هذه التوجيهات في ترسيخ هذا المشروع الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على إتاحة الفرصة للمداخلة. طبعا رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه جعلت من مملكة البحرين نموذجا رائدا في مجال حقوق الإنسان يحتذى به من جميع دول العالم. ولا شك أن توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة وبدء تنفيذ برامج السجون المفتوحة خلال الأشهر المقبلة يعكس اهتمام سموه الكريم بترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحرصه على تطوير المنظومة التشريعية للتماشى مع الأنظمة العقابية الحديثة. ولا شك أن هذه التوجيهات هي داعم لنا لتطوير العمل والاستمرارية، حيث أن سبق أن تمت توجيهات التوسع في قانون العقوبات البديلة سابقا ونتج عنه تعديل المادة 13 اللي أعطت وزارة الداخلية الصلاحية للطلب من قوة تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة أو أكثر دون شرط نصف المدة وحتى قبل تنفيذ العقوبة الأصلية. فدائما التوجيهات الملكية السامية تعطينا دافع أكثر في العمل بتميز واستمرارية، حيث نبلغ أن عدد المستفيدين عندنا أكثر من 3800، يعني آخر إحصائية 3826 مستفيد، هو عدد ممتاز في خلال فترة بسيطة. فتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة تمثل لنا دعم ودافع لبذل المزيد من العطاء اللي يسهم في إنجاح البرنامج بصورة إيجابية فوق التوقعات إن شاء الله. نجاحات وزارة الداخلية بدت واضحة في هذا المشروع، وأيضا نجحت وزارة الداخلية في جعل هذا المشروع واقعا مضيئا لمنظومة حقوق الإنسان في البحرين، وأصبح برنامج السجون المفتوحة حلقة إضافية في قصة النجاح المتحققة. ما هي الانعكاسات المجتمعية لهذه الإجراءات الحقوقية التي تتخذها البحرين ويتم تطبيقها باحترافية؟ طبعا لا شك من وزارة الداخلية تحت قيادة سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية حفظه الله ورعاه اثبتت قدرتها على العمل باحترافية في مجال تطبيق العقوبات البديلة تطبيقا صحيحا. لمسنا من الوهلة الأولى عن الأثر الإيجابي حق التطبيق سواء على المستفيد نفسه أو على أسرته أو على المجتمع كافة. طبعا القانون خلق لنا نوع من التوازن المميز بين مقتضيات العدالة من ناحية، ومن ناحية أخرى بين تحقيق متطلبات الإصلاح والتأهيل للمستفيدين من خلال إدماجهم في المجتمع. وزيادة ذلك أن هذه التطورات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين عززت من مكانات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. طبعا ردود الأفعال إيجابية هي تمثل لنا حافز أن نمضي قدما على تطور ومزيد من العمل المبني اللي حققنا الأهداف المرجوة منه ونرفع فيه الاستفادة أكبر بأكبر قدر ممكن. ولا شك أن التوجيهات الأخيرة في بدء برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر المقبلة ولكي توازن مع تنفيذ قانون العقوبات البديلة بتكون لنا دافع أن ننفذ برنامج السجون المفتوحة تنفيذا صحيحا لا يقل عن تنفيذ تطبيق العقوبات البديلة. النقيب جاسم جبر الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.